بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. سبحانه ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. إن الله بكل شيء عليم. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أرسله الله على حين فترة من الرسل فهدى به إلى أقوام الطرق وأرشد السبل، بعثه الله إلى الجنة داعيا وللإيمان مناديا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا، فعلم الله به من الجهالة وهدى به من الضلالة وأعز به بعد ذلة وكثر به بعد قلة، ففتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وعبد الله حتى أتاه اليقين. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، عباد الله، تعلمون أن الدعوة إلى الله عز وجل هي دعوة الناس بإذن الله تعالى إلى دين الإسلام، الدين الخاتم الذي ارتضاه الله لعباده والذي لا يقبل الله من أحد سواه. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا الدين العظيم، دين الإسلام، الدين الكامل والنعمة التامة، دين الفطرة ودين التوحيد ودين الحق والملة الإبراهيمية الحنيفة والصراط المستقيم. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال عز وجل: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال عز وجل: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما.
ولم يكن من المشركين وما كان من المشركين. هذا الدين العظيم أيها الإخوة الأحبة دين شرح الله صدورنا له ونور قلوبنا به، فالله عز وجل هو الذي هدانا للإسلام، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فاحمد الله عز وجل على أن شرح صدورنا للإسلام. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقال تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. أنت على نور من ربك بأن شرح الله صدرك للإسلام، وبأن نور قلبك بالإسلام وبالقرآن. وهذا هو الفضل والرحمة، كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فضل الله الإسلام، ورحمته القرآن، وبالإسلام وبالقرآن يفرح المؤمن. فالمؤمن يفرح بدينه ويفرح بطاعته لله عز وجل. المؤمن يعلم أن الإسلام هو النعمة التامة وهو الدين الكامل، يعلم أن الإسلام هو فخره وعزه ومجده وشرفه، هو غاية أمانيه. انظر إلى الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله، يوسف ابن إسحاق ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم على نبينا وعليهم أفضل الصلوات والتسليم، وصل إلى ما وصل إليه وأصبح عزيز مصر. ماذا كان يتمنى في آخر ما وصل إليه؟ ماذا قال؟ قال الله حكاية عن يوسف: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. ماذا يتمنى هذا النبي الكريم؟ توفني مسلما، الله أكبر، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. أتباع نبي الله عيسى قال الله تعالى عنهم: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. هؤلاء هم الحواريون، يشهد عيسى ويشهد الله عز وجل أنهم مسلمون. وهذا عيسى ابن مريم قال الله تعالى عنه: وإذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول. هذا عيسى يبشر بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد عليه الصلاة والسلام. فلما جاءهم بالبينات قالوا: هذا سحر مبين. ويأتي بعدها قوله تعالى: ومن أظلم، ليس هناك أظلم من هذا. من هو يا رب؟ ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، والله لا يهدي القوم الظالمين. ماذا يريد هؤلاء بأفعالهم وبخبثهم وبكيدهم؟ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. هل يملك أحد أن يطفئ نور الشمس؟ فما بالك بنور الله، ما بالك بالإسلام؟ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.
ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين لو يردونكم، ود الذين كفروا من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. لماذا؟ حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. هم يكيدون كيدا كما قال الله عز وجل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم كما تحدث عن نفسه فقال أنا رؤيا أمي، رأت رؤيا في المنام عندما خرج منها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، خرج منها نور أضاء الأرض كلها صلى الله عليه وسلم. ودعوة أبي إبراهيم ورؤيا وبشرى عيسى، دعا إبراهيم لهذه الأمة العظيمة أن يخرج منها أعظم إنسان في الوجود هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اسمع ماذا قال إبراهيم وإسماعيل، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، هو أنتم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال الله فيكم وعنكم كنتم خير أمة أخرجت للناس، لم يجعلكم الله عز وجل لأنفسكم ولكن لهداية البشر أجمعين، وهذه مهمتكم التي أورثتموها من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. يا من يزعم حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، أين أنت من النبي؟ أين أنت من سنته؟ أين أنت من سمته؟ أين أنت من خلقه؟ أين أنت من دعوته؟ أين أنت من دينه؟ ماذا صنعت لله عز وجل؟ وماذا صنعت لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ كل يسأل نفسه قبل أن يسأل غيره، هل نصرت الله عز وجل؟ هل نصرت الرسول صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا؟ كم أحفظ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم تعلمت عن ومن سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ كم دعوت غيري إلى الإسلام بسلوك الإسلام وخلق الإسلام وعظمة الإسلام؟ كلنا يتمنى مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، كلنا يتمنى رؤيته. انظر كيف ترى النبي وكيف ترافق النبي وكيف تصحب النبي صلى الله عليه وسلم. ألا تريد أن تحشر تحت لواء النبي، لواء الحمد؟ ألا تريد أن تذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند حوضه المورود فتأخذ من يده الشريفة شربة لا تظمأ بعدها أبدا؟ أليس كلنا يريد ذلك؟ ولكن إن المحب لمن يحب مطيع، ولكن ليس الأمر بالتمني ولكن بما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبما بين. انظر إلى هذا الصحابي، إذا انظر إلى أبي عمرو ابن كعب الأسلمي رضي الله عنه، كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بوضوئه وحاجته. أنتم تعلمون أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك بقرون لم يكن في البيوت الحمامات المشهودة الآن في البيوت، فكانوا يذهبون إلى الخلاء، حتى كان يسمى بيت الخلاء لأن كان يذهبون إلى مكان بعيد من البيوت ويختفي تحت يعني مكان عال قومة رمال أو شجرة أو شيء من هذا ويقضي حاجته. هذا الصحابي كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويخشى أن يستيقظ في وقت فيجلس على عتبة النبي صلى الله عليه وسلم، بايت كده ليل ونهار، مش مهم في ريح في تراب في برد في حر، المهم أنا جالس أمام بيت النبي عليه الصلاة والسلام.
يطلع النبي ياخد معاه الإداوة فيها الماء ويذهب ليخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد أن يقضي النبي حاجته يوضي النبي عليه الصلاة والسلام. ففي حالة أنس كده لهذا الصحابي الجليل النبي صلى الله عليه وسلم قال له سل، أو في رواية سل حاجتك أطلب. هذا الصحابي ليس كأي إنسان، وكما يقول الإمام مالك بن دينار القلوب كالقدور وألسنتها مغارفها. والقلوب دي عاملة زي الحلل زي الأواني، واللسان ده هو اللي بيغرف من القلب زي المغربة وبتغرف من الحلة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سل حاجتك، شوف قلبه فيه ايه وشوف لسانه ده طلع منه ايه. قال له أسألك مرافقتك في الجنة. شوف الحلاوة، شوف الناس اللي قلبها مفعم بالحب الحقيقي للنبي صلى الله عليه وسلم. كان ممكن يقول له عايز 100 فدان، كان ممكن يقول له اديني 1000 راس ماشية، كان ممكن يقول اديني مش عارف ايه، لكن قلبه الحقيقي مفعم بالحب الحقيقي للنبي عليه الصلاة والسلام. حبه للنبي اكتر من حبه لنفسه وابوه وامه وكل الناس، كما قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من نفسه ووالده وولده والناس اجمعين. هل يا اخي النبي احب اليك من نفسك فعلا؟ اذا كان احب اليك من نفسك اتكلمت ايه عن النبي قد ايه، واتكلمت ايه عن نفسك وعن ابيك وعن اهلك وعن قبيلتك وعشيرتك قد ايه؟ بتحب النبي اكتر من اي انسان في الوجود؟ قريت قد ايه عن النبي؟ وصليت قد ايه عن النبي؟ ودرست قد ايه سيره النبي؟ وقريت قد ايه مجلات وصحف؟ واتفرجت ايه قد ايه على برامج؟ اسال نفسك في مكانه النبي عليه الصلاه والسلام في نفسك، في بيتك، في معاملاتك، في اخلاقك، في سلوكك، في اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم. الذي يريد ان ينصر النبي لابد ان ينصره هو في نفسه، في حاله، في بيته، في معاملاته، يا من يحب النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال ابو عمرو عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم سل حاجتك؟ قال اسالك مرافقتك في الجنه. النبي قال او غير ذاك، او غير ذلك، يعني بالبلدي كده ما تشوف لك حاجه غير دي، شوف لك حاجه تانيه. الصحابي صحابي صحيح ماسك ومثبت، قال هو ذلك، هي دي، مش حسابها، دي الفرصه العظيمه. النبي قال له ماشي خلاص هترافقني في الجنه، ولا فهمه كما قال في حديث اخر من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الغنى جنة، الغالي ثمنه فيه. ده أنت مش طالب الجنة، ده أنت طالب الفردوس الأعلى، ده أنت طالب أغلى شيء في الوجود، إنك تبقى مع سيدنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام. هديك كارت كده يقول لك تعالى قابلني وخلاص أنت معايا، ولا لازم تدفع الثمن زي النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ألا إن سلعة الله غالية. دي أعلى سلعة في الوجود، أن ترى النبي صلى الله عليه وسلم وأن ترافق النبي فيهم في الجنة. أسألك مرافقتك في الجنة. قال أو غير ذلك؟ قال هو ذلك. قال له عليه الصلاة والسلام فأعني على نفسك بكثرة السجود، ساعدني على نفسك بكثرة السجود. والسجود على نوعين، السجود القلب وسجود الجوارح. سجود القلب الذي قال الله فيه ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. هذا هو السجود الحقيقي، إسلام الوجه لله، افراد العبودية لله، توحيد الله عز وجل ونبذ الشرك. هذا هو اساس الاسلام، وهذه كلمة الاسلام بمعناها الحقيقي، معناها الخضوع، معناها الانقياد، معناها الالتزام، معناها الطاعة
فأين نحن من هذا لنرافق النبي صلى الله عليه وسلم؟ والمعنى الآخر للإسلام يأتي من السلام، كما قال عليه الصلاة والسلام عندما سئل أي الإسلام خير، قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. وكما قال صلى الله عليه وسلم صراحة، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. أين أنت يا مسلم من تعريف نبي الإسلام للإسلام وللمسلم؟ أين أنت؟ هل تفيض بالخير على المسلمين؟ هل يخرج منك الخير؟ أم أنك له كلام؟ زي ما بيقولوا بالبلدي حكاوي أهاوي، يعني الناس اللي قاعدة هناك تقتل وتضرب في إخواننا في الأمن وتحرق السيارات، وقاعدين في وقت الصلوات ما بيصلوش، والله منهم ناس بيسبوا الدين. وبقول لك إلا رسول الله، أنت يا عم ماشي غلط، أنت رحت في سكة تانية. أي المنظر نصور إن الشعوب إن إحنا ناس همج وإن الشوارع كلها طوب، أنت مين وراك؟ مين قالك إنك متعبر عن حبك للنبي إنك أنت تضرب وتكسر وتحرق؟ مين قال؟ أنت كده مش بتنصر النبي، أنت كده بتعادي النبي. الموضوع مش منظر ولا واحد يدخل من تحت لتحت ويندس عشان يخرب البلد وعشان يشوه صورة الإسلام. في 100 طريقة للتعبير وألف وعشر تلاف ومئة ألف صورة عشان تنصر النبي عليه الصلاة والسلام. أدي أول حاجة، أعن رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسك بكثرة السجود، أكثر من سجود قلبك بحيث تفرغ من قلبك أي شرك، قلبك يمتلئ بالتوحيد بالتوكل على الله بالخوف من الله. وبعدين اكثر من سجود الجوارح، صلي 4 ركعات الضحى، صلي 2 ركعة الفجر، صلي قبل الظهر، صلي بعد الظهر، صلي قبل العصر، صلي بالليل، غير طبعا الفرائض. يا من تحب النبي عليه الصلاة والسلام، اين انت من هذا الحب في اجتهادك في الطاعة؟ وفي حديث آخر، يا من تحب النبي عليه الصلاة والسلام، مش ياللي بتحب النبي، ياللي النبي بيحبك، مش ياللي النبي بيحبك، ياللي أنت أحب واحد للنبي عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة. ده كلام واضح، أحب واحد للنبي وأقرب واحد للنبي يوم القيامة. مين هو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا أو أحسنكم خلقا. في نحن المعنى ده، في نحن والشوارع كلها شتيمة، والنبي يقول لك ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، والقرآن بيقول ويل لكل همزة لمزة، والقرآن بيقول يا أيها الذين أمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين أمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. أين نحن من خلق القرآن؟ أين نحن من هذه الأخلاق؟ وعندما سئلت سيدة عائشة، سألها عروة ابن الزبير بن عوام أم أسماء أخت عائشة، يعني هي السيدة عائشة كانت خالته، قال لها يا خالة كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فماذا قالت السيدة عائشة؟ قالت كان خلقه القرآن. يا من تحب الرسول عليه الصلاة والسلام، أين أنت من القرآن؟ أين أنت من تلاوة القرآن؟ أين أنت من أخلاق القرآن؟ أين أنت بمعرفتك بالقرآن؟ أين أنت من فهمك للقرآن؟ يا من تحب الرسول عليه الصلاة والسلام،
بتقعد قد ايه مع القرآن وبتسمع قد ايه للقرآن وبتقرأ قد ايه في معاني القرآن وبتتخلق قد ايه بأخلاق القرآن وبتتأدب قد ايه بأداب القرآن وبتلتزم قد ايه بأحكام القرآن عشان تقول لي انت قد ايه بتحب الرسول عليه الصلاة والسلام. لازم نكون عمليين ما نضحكش على نفسنا. الموضوع مش هيصة. الموضوع فين الإجراء العملي؟ في كل مسجد لابد أن يكون درس أسبوعي يجتمع عليه الناس جميعا يحفظون فيه سيرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. يا من تحب الرسول اعمل جلسة في بيتك ولو مرة أو مرتين في الأسبوع واقرأ من أول السيرة لآخر السيرة واحفظ من هو النبي واحفظ الدعوة من أولها لآخرها واحفظ كل يوم كل أسبوع سطر واحد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كان واحد فينا حافظ 40 الحديث ولو 40 النووية؟ مين اللي بيقرأ في كتب السنة؟ مين اللي بيتعرف فعلا وحقيقة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ مش كلامه هيصة ودوشة وأونطة. احنا عايزين فعلا نكون عمليين في الالتزام بالسنة والتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما نسمع قول الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، أما نسمع قول المصطفى عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ النبي بيقول لك كل واحد من أمتي يدخل الجنة إلا اللي مش عايز، إلا من أبى، رافض 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 يدخل الجنة. فالصحابة استغربوا قيل ومن يأبى يا رسول، مين ده اللي يرفض؟ مين اللي مش عايز؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. شوف انت قد ايه بتطيع النبي وشوف قد ايه بتعصي النبي. شوف الاخطاء اللي نهى النبي عنها وانت بتعملها وكنت بتحب النبي صحيح وصادق، لابد ان تقلع عما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. اذا كنت صادق في دعواك وحبك للنبي صلى الله عليه وسلم. الناس جميعا او كثرة الناس يدعون حبهم لله حتى اليهود والنصارى. قال تعالى وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. رد عليهم القرآن قل فلما يعذبكم بذنوبكم. خلي بالك بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق. لما كثرت الدعاوى وكل بيقول أنا بحب ربنا، نزل القرآن، نزلت آية علامة زي الجبل، آية كبيرة بيان عظيم. قال تعالى في قل أي يا محمد صلى الله عليه وسلم إن كنتم تحبون الله. هذا شرط. يا من تزعم حب الله، فين البينة؟ بتدعي حبك لله، ايه دليلك على حبك لله؟ القرآن هو ده الشرط. جوابه ايه يا اخوانا؟ فاتبعوني، ده جواب الشرط. والنتيجة يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فكل من يزعم حبه لله ليس هناك بينة على هذا الزعم، وليس هناك من دليل، وليس هناك من باب يوصلك إلى حب الله إلا باب النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وكل الطرق إلى حب الله مغلقة إلا بابا واحدا هو باب النبي محمد عليه الصلاة والسلام. إن كنتم تحبون الله، ده الشرط، جواب الشرط فاتبعوني، والعاقبة والخير يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ما هو دليل اتباعك لله لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا من تزعم حب الله اتبع رسول الله. طب ايه دليل الاتباع؟ روح لسورة يوسف. قال تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ايضا قل اي يا محمد عليه الصلاة والسلام هذه سبيل، هذا هو طريقي، هذا هو منهجي، ما هو طريق النبي، ما هو منهج النبي، هذه سبيلي. ما هو سبيل النبي يا اخواني؟ ادعو الى الله، والدعوة الى الله كما قال تعالى على بصيرة، على علم، على بيان، على فقه، على حكمة. يدعو إلى الله ببصيرة، يدعو بعلم، يدعو بفهم، يدعو بفقه.
يدعو إلى الخير كما قال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، يدعو إلى المعروف وتأمرون بالمعروف وتنعون عن المنكر. هذه سبيل النبي عليه الصلاة والسلام، أدعو إلى الله على بصيرة. هو لوحده؟ أنا، اسمع كويس، اسمع جيدا، ومن اتبعني. مين فينا بقى متبع للنبي؟ أنت متبع للنبي؟ إيه دليل اتباعك؟ أن تعمل على النبي صلى الله عليه وسلم، أن تقوم بواجب الدعوة إلى الله، كده بقى متبع لرسول الله. ولو دعوت إلى الله ولتدعو إلى الله لابد أن تتعلم كيف تدعو وكيف تكون وسائل الدعوة، كما قال تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وحتى لو أوذيت في الله تصبر على الأذى. أين نحن من هذا؟ لو أنت عملت كده ودعوت إلى الله بعد أن تعلمت كيف تدعو، أنت بذلك متبع لرسول الله. ولو أنت متبع يحببكم الله، ما فيش حد ربنا هيحبه إلا لما يتبع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وماذا لو أحبك الله؟ ده يكفي حديث جبريل بس، والله يكفي. الله عز وجل قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا، ماذا جبريل؟ يا الله، لو ربنا هيحبك من أجلك يا مسلم حينادي جبريل يا الله، فيقول له يا جبريل زعيم الملائكة الروح القدس قائد الملائكة دي كلها، ربنا يأمره أنه يحبك؟ أيوه، أن يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. جبريل قائد لازم يدي التعليمات لكل من هو تحته، فينادي جبريل في أهل السماء أن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. إيه الخير اللي أنت فيه ده؟ أي خير أنت بعد هذا الخير وهذا الفضل؟ أن يحبك الله عز وجل، وأن يحبك جبريل، وأن تحبك الملائكة، وأن يوضع لك القبول في الأرض. كيف تنال حب الله يا عبد الله؟ تناله باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تناله بأداء الفرائض ثم تزيد من النوافل، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي تقرب إلي ما تقرب إلي عبد بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. اسمع، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. شوف واسمع بعد ما يحبك ربنا، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. أين نحن من مقام هذا الحب العظيم بأداء الفريضة وبالتزود بالنوافل التي هي دليل الحب؟ الأبواب للقرب من الله والتقرب إلى الله، بل من تقرب الله إليك يا عبد الله. الله عز وجل يقول من تقرب إلي شبرا تقربت، والله يقول تقربت إليه ذراعا، يقول أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني. لا إله إلا الله، معية الله بذكر الله، وكل ما تتقرب إلى الله ربنا يتقرب إليك. نحن نحتاج أن نبص هذه المعاني، لابد أن نتعلم كيف نزداد قربا من الله وقربا من رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. لابد أن ترتقي إلى مرتبة الإحسان حتى تكون لست قريبا من الله فحسب، بل قريب من رحمته. قال تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين. أين نحن من هذا المقام؟ وتكلمنا عنه في خطبة سابقة، مقام الإحسان. أين نحن
في اجتهادنا في الدعوة من قلوبنا. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. مقامات للقرب من الله، مقامات للقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعني على نفسك بكثرة السجود، هذا اقتراب من النبي، مرافقة للنبي، وأيضا قرب من الله، كما قال تعالى: واسجد واقترب، وكما قال صلى الله عليه وسلم، ماذا قال الله؟ أقرب ما يكون العبد إلى ربه، ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فأكثروا فيه من الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجاب لكم. إذن يا من تريد أن تنال القرب من الله والقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ادع الكسل وانفض عنك هذا الكسل واقترب، اسجد واقترب، اجتهد، حافظ على صلاة الجماعة. هذا العدد في الجمعة، نفس العدد ده موجود في صلاة الفجر، موجود في صلاة العصر، المغرب والعشاء. جاوبوا بأنفسكم يوم ما يكون الناس دي اللي في الجمعة هي بالنفس العدد، او قولوا النص، لان فيه ناس جنب بلادها بتصلي في زوايا لما يكون ربع العدد، حتى لما يكون الان في 40 صف، في 25 شخص جوه في الجامع، 1000 غير اللي بره. احنا مش عايزين 1000، في 100 بيصلي هنا الفجر، في 100 بيصلي الفجر، لما يبقوا 100 يبقى احنا بننصر الرسول صلى الله عليه وسلم. احنا عايزين نسأل انفسنا الاول قبل ما نسأل غيرنا، اين نحن من نصرة هذا الدين؟ اين نحن من قول الله تعالى: ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز. الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاة واتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الامور. اين نحن من قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. نفعني الله واياكم بالقران العظيم وبما فيه من الايات والذكر الحكيم. اقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه انه الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعة ضلالة، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، عباد الله، ابحثوا عن الطريق إلى الله، ابحثوا عن طريق الولاية، تكون من أولياء الله بالفرائض ثم النوافل بالإيمان والتقوى، ابحثوا عن الطريق إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. علمنا أن أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحسنهم خلقا. علمنا أن الذي يريد مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون مجتهدا في التقرب إلى الله، وأعلى مقامات التقرب السجود، اللي فيه الذل بين يدي الله. أنت عمال بتضع أنفك وجبهتك على الأرض وتثل لله، والأعلى تقول سبحان ربي الأعلى. تعلم كيف تنقاد وكيف توحد الله عز وجل. ثم أكثر من الصلاة على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، عشان تبقى من اولى الناس بالنبي. اسأل نفسك، انا بسأل نفسي النهاردة من الفجر لغاية الجمعة، صليت كم مرة على النبي؟ مع ان الرسول وصانا نكثر من الصلاة بالذات في هذا اليوم الاغر، في يوم الجمعة، والصلاة توصل للنبي عليه الصلاة والسلام ويرد علينا السلام. انا بسأل نفسي، ما بسألش غيري، انا كم مرة صليت على النبي النهاردة؟ كم مرة صليت على النبي من النهارده الاسبوع اللي فات، الشهر اللي فات؟ عيب لما تقول صليت 5 6 مرات، 20 مرة، 100 مرة في اليوم، ده عيب قوي، وتقول بحب النبي عليه الصلاة والسلام. هي كي يعني هو بكش، هي حكاوي هاوي. قد ايه اتكلمت في كل حاجة، وقد ايه قعدت على القهوة، وقد ايه
جبت الشيشة وقد ايه كلمت في الماتش وفي الكورة وفي الالتراس قد ايه حكيت واتكلمت وقد ايه صليت على سيدنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام قد ايه مسكت كتاب ربنا وقد ايه قريت جورنان واتفرجت بالريموت وتقلب 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 قد ايه حفظت كم آية حفظت كم حديث قريت عن النبي عليه الصلاة والسلام. الاسلام يحتاج الى رجال يحتاج الى من يدعو الى الله على بصيرة يحتاج الى جنود قال عليه الصلاة والسلام ان اولى الناس بي يوم القيامة اكثرهم علي صلاة صلى الله عليه وسلم. محتاجين اخواننا لساننا يترطب بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. محتاجين لما نسمع يسأل النبي نصلي عليه 100 مرة نرد الإسابة ان احنا نقول للنبي صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. نرد على الناس ان احنا نعلم الناس اخلاق النبي نعلم قول الله تعالى للناس وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. نعلم الناس يعني ايه سماحة لما ربنا يقول للنبي عليه الصلاة والسلام فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر صلى الله عليه وسلم. فاعف عنهم واصفح ان الله يحب المحسنين. خذ العفو وامر بالعرف واعر عن الجاهلين. علمهم يعني ايه اسلام علمهم يعني ايه العلاقة بين البشر. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ارفع بالتي احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ليكن رد الفعل المسلم رد الحكماء والعقلاء والأذكياء الذين يفوتون الفرص على الأعداء ويستغلون الفرص لتثبيت دعائم الإسلام ولنشر هذا الدين العظيم. لابد لكل واحد منا ان يجند نفسه لله ولرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. لابد ان تكون عندنا الطاقة وعندنا المبادرة وعندنا الرغبة في نصرة دين الله في اسواقنا في اعمالنا في بيوتنا. انا اقول لك على حاجة اخر اختم بها الخطبة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم من احب الناس الى الله. انا عايزك تركز النبي بقى مش انت بتحب النبي لما النبي يجاوب على سؤال تعمل ايه انت يا مسلم يلي بتقول بحب النبي اكتر من واحد تاخد كلامه ولا ترميه اسمع دي واشتغل عليها. سئل النبي عليه الصلاة والسلام من احب الناس الى الله. بالله عليك لما تسمع الكلام ده من صحابي بيسأل النبي والنبي هيجاوب على السؤال ده والإجابة عليه تبقى انت احب مش بتحب ربنا وربنا ده انت احب واحد لربنا. تسمع الكلام وتفوته ما فين حبك للنبي فين طاعتك للنبي فين دفاعك عن النبي ما تشتغل. سؤال النبي عليه الصلاة والسلام قيل يا رسول الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قيل يا رسول الله من احب الناس الى الله. قال عليه الصلاة والسلام أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم. كل واحد يسأل فينا أنا نافع للناس مش نافع للناس أنا أنفع الناس للناس. بالله عليك شوف لما تروح تخلص ورقة مش هقول في أي مكان أي مكان تروح الميعاد الساعة 8 تروح 9 تلاقي الأستاذ لسه ما جاش يجي الأستاذ يفتح الدرج ويشتغل وجاب معاه لمؤاخذة رغيفين فول طبق فول ورغيفين وجايب بصل وبتاع ولسه الشاحن هيتعمل وكلنا واقفين طوابير ونيجي واحد يقول مش الشغل بدا واحد يقول لا اقعد ساكت اقعد زعله لا يزعل وياخد على خاطره. قاعدين مزلولين قدام اخويا المسلم المصري واقف مزلول قدامه وهو موظف عندي وانا بدفع له المرتب انا اللي بدفع لك المرتب يا موظف وانت اخويا وواقف بتذللك عشان تعمل حاجة هي واجب عليك ودي وظيفتك. فين الاسلام فين معاني كلام الرسول عليه الصلاة والسلام
من فرج عن مؤمن الكربة فرج الله عنه كربة من كربة يوم القيامة، ومن يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. مش ده كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما بتطبعوش ليه في حياتك يا اللي بتقولي بحب النبي عليه الصلاة والسلام؟ هو كلام، هي حكاوي هاوي؟ فين الانضباط بكلام النبي عليه الصلاة والسلام في سلوكياتنا وفي أعمالنا؟ قاعد خايف الأستاذ ده يعمل كده ولا كده، وبعد ما يفطر عايز يشرب سيجارة وعايز يشرب شاي، بعد كده الأستاذ يبدأ يشوف ورينا أستاذ عايز إيه، وبعد ما تقعد ربع ساعة لك لا الموضوع ده مش عندي، الموضوع ده تروح للفلان. طب أنا هنا واقف لي، طب ليه أنت بتضللوني؟ طب ليه المكتب لما أدخل شهر عقار ولا أي حاجة ليه أدخل تايه؟ أسأل هو فين أقدم الورق؟ في روح الخزنة، تروح الخزنة لك روح الأول تقيم، روح للتقدير، تروح للتقدير يقول لك روح مش عارف لمين. انا ما اصلي، ما فيش حد يقول لي روح ولا مش روح. الاصل في مكتب نموذجي، بدخل على المكتب بلاقي نفسي لوحدي رايح وقدامي علامه اقدم الورق، والورق يمشي من مكتب لمكتب وفي الاخر يقول اتفضل يا استاذ امضي هنا وتفضل التوكيل وتفضل المعامله بتاعتك. فين احنا من الكلام ده؟ لا عارفين ننظم نفسنا ولا عارفين نخدم نفسنا ولا عارفين نحب بعض، ولا عارفين يعني ايه حب الناس الى الله، ولا عارفين ان احنا نتعبد الى الله باننا انفع الناس. احنا بنحارب نفسنا ونفسنا وندعي حبنا للنبي عليه الصلاه والسلام. طبع كلمه واحده، طبع حديث واحد من النبي عليه الصلاه والسلام، طبع حديث النبي المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، طبع حديث النبي عليه الصلاه والسلام المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يكذبه ولا يكذبه ولا يخذله بحسب المرء من الاثم ان يحقر اخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. طب حديث واحد للنبي عليه الصلاه والسلام، لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. طب الحديث ده، من احب الناس الى الله؟ قال احب الناس الله تعالى انفعهم، ثم قال عليه الصلاه والسلام واحب الاعمال، زود النبي زودنا كلام حلو، واحب الاعمال الله تعالى. اسمع وفكر انت ايه علاقتك بالكلام بتاع سيدنا النبي؟ يا من تحب النبي، النبي يقول لك احب الاعمال، بتعمل انت ايه في دي؟ واحب الاعمال الله تعالى، عد معايا، سرور تدخله على مسلم او تكشف عنه كربة او تقضي عنه دينة او تطرد عنه جوعة. ده انا بزله في المحاكم، ده انا بظلمه، ده انا باكله. فين بقى كلام؟ فين الاسلام؟ فين كلام النبي عليه الصلاة والسلام في سلوكنا اليومي؟ مين فينا بيدخل السرور على مسلم؟ داخل انت بتبخل حتى انك تبتسم في وجهه، وفاكر ان الديانة وعشان تبقى شيخ والشيخ ده بتاع ربنا يمشي مكشر كده، عم الشيخ لو ضرب عم الشيخ. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك تبسمك في وجه اخيك صدقه، والنبي بيقول لك لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق تقابله كده. عبد الله بن باري بن جابر رضي الله عنه او رضي الله عنهما يقول ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وتبسم في وجهي. يا الله، طب فين البسمه؟ ليه انت كشر؟ ما تكون زي النبي عليه الصلاه والسلام، تبسم يا اخي في وجه اخيك، صدقه يا اخي، تصدق على نفس اخيك بصدقه، تحل مشاكل كتير، الكليه بتاعتك جواك هتتغير. انت اول واحد هتستفيد، هتبقى شخص متفائل. قول كلمه حلوه يا اخي زي ما النبي علمنا عليه الصلاه والسلام، قال ويعجبني الفاعل، قيل وما الفاعل يا رسول الله؟ قال الكلمه الطيبه. وقال عليه الصلاه والسلام الكلمه الطيبه صدقه. يا من تحب النبي قول كلام حلو، قول كلمه طيبه. النبي يرسل اصحابه يقول لهم بشره ولا تنفره، ويسره ولا تعسره، وتطاوعه ولا تختلفه. فين التيسير؟ فين البشر؟ فين الابتسامه؟ كمل الحديث، اسمع ماذا قال النبي عليه الصلاه والسلام عشان تعرف فعلي احنا فين من الاسلام. قال صلى الله عليه وسلم ولا أن أمشي
في نفس الحديث: ولعن أمشي في حاجة أخي المسلم أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا. النبي بيقول حديث في المدينة، لو إيه، لو النبي طلع من المسجد رايح يقضي حاجة أخي المسلم أحسن عند النبي من أن يقعد في مسجده، في مسجد الحبيب عليه الصلاة والسلام، تقعد في شهر. هل إحنا فاهمين الإسلام كده؟ هل فهم الإسلام أنك لما تقضي حاجة أخي المسلم أحب إلى النبي من الاعتكاف في مسجد الرسول في المدينة شهر؟ عايزين نفهم الإسلام، عايزين نرجع للإسلام، نريد أن نتعلم الإسلام، نريد أن ندافع الإسلام بحق وصف، نريد أن نكون صورة عظيمة للإسلام، بهذا ننصر الإسلام وننصر نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم عزنا بالإسلام وعز بنا الإسلام. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أنجي إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم أنجي إخواننا المستضعفين في سوريا وفي فلسطين وفي بورما والفلبين وكل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين الموحدين في سوريا يا رب العالمين، وعليك بطاغية سوريا وزبانية رب العالمين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، وأرنا فيهم يا رب العالمين عجائب قدرتك. اللهم أهلك طواغيت سوريا جميعا، وحرر إخواننا السوريين من العلويين، من الرافضين، من المجرمين. اللهم انصر الإسلام في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر حبيبك النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلنا ممن ينصره بمتابعته، باتباعه، بطاعته، بسنته، بالاقتداء به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. عباد الله، إن الله أمر بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أقم الصلاة.